طب والله ما عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي. ده انت رحمتني. رحمتك من ايه؟ رحمتني من بهدله الميكروباصات، وفرت لي فلوس المواصلات. مش بس كده، بتصحى بدري كل يوم مخصوص عشاني، انزل من باب البيت الاقيك واقف مستنيني توصلني لحد المدرسه، اخلص اليوم اخرج الاقيك برضو واقف لي. اوعى اكون مشقياك معايا. لا صدفه تعبك راح. ما انا لو تقيله عليكم شقياك انا اركب مترو عادي. على فكره ما شاء الله المترو بقى موجود في كل مكان. ما شاء الله. بس انا بعمل ده عشان انا خايف عليكي، وخفت عليكي لما ابوكي خطفك مره وكان عايز يقتلك تاني مره. بقولك يا طارق، ان جت للحق بقى، انا قعدت فكرت في الموضوع ده بتمعن ولقيت ان اللي عمله ده منطقي جدا. منطقي؟ منطقي. ده ازاي يعني؟ جرأيه طارق ما تبقاش اندفاعي. في ايه؟ لازم نعترف ان انا غبيه. شخص غبي. انا ايه اللي يخليني اروح لفرح واقول لها انها اختي؟ ما انا عملت عامله سودا برضك. انا شقلبت له حياته كده راسا على عقب. هيعمل ايه يعني غير انه يفكر انه يخلص مني؟ ده لو كان هو اللي عمل كده. امال مين اللي هيكون عمل كده يا صدفه؟ مراته؟ وارد. ما تبقاش هي ليه؟ اذا كان انا كنت قاعده معاه عيني عينك كده كانت بتقولي لو ما بعدتيش عن عيالي هقتلك. قالت لي كده. وعلى فكره حتى لو هي اللي عملت كده برضه يبقى عندها حق. عندها حق؟ اقسم بالله هتشل منك عشان انا فعلا ما بقتش فاهم حاجه. يا طارق ركز معايا وافهم. اللي يخربش الاسد ينتظر ايه؟ لازم يفكر في رد الفعل، وانا بقى ما عملتش حسابي في رد الفعل ده. انا اندفعت ورا مشاعري واحاسيسي وخوفي على اختي، وكنت غلط. بس يلا بقى اقول اللي حصل، محدش عارف الخير فين. بقولك ايه، انا النهارده هخلص على الساعه 3، انا عندي يوم طويل قوي. استني استني بس استني، سيبك بقى من الخربشه والاسود، تخشي بقى تضربي لنا اليوم بتاع النهارده. اجازه اخدك ونروح كافيه نتغدى، نطلع السينما بالليل، وبعدها نروح لاختك نديها الخاتم اللي مرمي في الطابلو زي القرد محبوس. ايه اجازه ايه يا طارق؟ اجازه ايه ونيله ايه؟ المدرسه تبوظ. المدرسه من غير تبوظ انا عمود فقري المدرسه كده اهو. بعدين انا شايله بلاوي. اسكت اسكت، ما انتش عارف على حاجه. بلاوي ايه؟ خير يا صدفه؟ العيال اللي جوه دول مقاصيف الرقبه، لو انا مش موجوده بشحمي ولحمي يقطعوا في بعض كده اهو. انت فكرك ايه؟ انا تعليم بس؟ لا يا حبيبي، ده انا التربيه والتعليم شيله تقيله. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.